بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المشهد. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم تأتيكم من تفاريتي بالصحراء الغربية، وهي حلقة خاصة نسجلها على هامش الاحتفالات التي تنظمها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. ضيفنا اليوم الوزير الأول بالحكومة الصحراوية الأستاذ عبد القادر طالب عمر. أهلا وسهلا بكم معنا معالي الوزير في هذه الحلقة الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نناقش اليوم مع الوزير محورين أساسيين. المحور الأول يتعلق بالقضية تاريخيا وأهم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه القضية، القضية الصحراوية. أما المحور الثاني فهو محور استشرافي، نرى فيه مع معالي الوزير أهم النقاط التي ترونها في سبيل حل هذه القضية. أهلا وسهلا بكم معالي وسهلا. الوزير من جديد. في البداية، لو بدأنا من الشرارة الأولى التي انطلقت، ونبدأ مثلا من عام 1963، تاريخ تفسير قضية الصحراء لدى الأمم المتحدة. ماذا عن بدايات الأولى لهذه القضية وتفاعلاتها في الوسط الإقليمي؟ أنتم كما تعلمون، الصحراء الغربية كانت مسجلة ضمن الأقاليم المستعمرة، وتمتعت بالحق الذي استفادت منه كل المستعمرات، انطلاقا من القرار المعروف 1514، وطرحت القضية منذ 63، واستمرت من ذلك العهد إلى الآن بالتأكيد دائما على أنها قضية تصفية استعمار، وأن الشعب الصحراوي يحق له تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه. نعم، إذا كانت هذه بداية معالي الوزير حين تم تسهيل هذه القضية لدى الأمم المتحدة، وطالبت حينها بتقرير مصير هذا الإقليم. نلاحظ أنه في عام 1970، أي بعد 7 سنوات، كانت أول انتفاضة في الصحراء الغربية للمطالبة بالاستقلال بقيادة السيد إبراهيم بصير. ماذا عن هذه الحقبة؟ صحيح، سيد إبراهيم بصيري يعتبر مؤسس للحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، والتي انطلقت بمقاومة سلمية ونشر الوعي لدى الأوساط الصحراوية، ومطالبة إسبانيا بأن تلتزم باتخاذ خطوات ملموسة لضمان استقلال الصحراء الغربية. وكان الوسيلة هي المقاومة السلمية، ولكن مع الأسف الاستعمار الإسباني لم يستفد من هذا التوجه، وكانت ردة فعله هو القمع والسجون واعتقال العديد من المناضلين بما فيهم زعيم الحركة سيد إبراهيم بصيري، الذي يعتبر من المفقودين إلى حد الساعة. إذن أن إسبانيا لم تعلن بشكل رسمي عن مصيره، وبعد ذلك تأكد، وقد كان ذلك في 17 يونيو من 1970، لما انتفضت الجماهير الصحراوية، لما رأت أن الاستعمار الإسباني يتجاهل هذه المطالب وليس لديه إلا القمع. ولكن هذا مهد وأعطى الحجج الكافية لتأسيس الجبهة الشعبية بعد ذلك. إذن كانت البداية بداية سلمية في مقاومة الإسبان. بعد ذلك ب3 سنوات، أعتقد 1973 أو أتأكد 1973، تم تأسيس الجبهة بقيادة الولي مصطفى السيد، وكان تنظيما سريا حينها بدأ في مقاومة الإسبان. ماذا عن هذه الحقبة التي شكلت تحولا نوعيا من السلمي إلى السلاح؟ بالفعل، يعني في ذاك الوقت كانت النضال والكفاح المسلح وحركة التحرير
ما زالت متواصلة خاصة في جنوب القارة، والصحراويين كذلك هبوا لتحرير أرضهم خاصة بعد أن تأكدوا أن إسبانيا لا تحسن لغة الحوار ولا تفهم إلا لغة السلاح، وبدأ العمل السري وتنظيم الخلايا السرية في كافة أماكن تواجد الصحراويين، وبداية تنظيم الوحدات وتهيئة الوحدات العسكرية الأولى وجمع السلاح. وكان الانطلاقة في 73، وكانت أول عملية هي 20 ماي 73 بالخنقة، وكان يقودها الشهيد الولي مع مجموعة من المقاتلين القلائل الذين ليست لديهم إلا وسائل بسيطة ويستعملون الجمال، ولكن كانت الإعلان عن مرحلة جديدة وحقبة جديدة التي أسست لكل المراحل التي تلت ذلك. في هذه الحقبة، هل كبدت الجبهة الجيش الإسباني خسائر كبيرة تذكر؟ بطبيعة الحال كانت فيهم قتلى وجرحى، وتم أسر العديد من الجنود الإسبان، وكذلك كان المناضلون في الداخل قاموا بأسر كذلك بعض المستعمرين الإسبان، وتم احتجازهم لدى الجبهة الشعبية، والذي تم إطلاق سراحهم بعد ذلك سنة 75 في تبادل للأسرى بين الجبهة الشعبية والحكومة الإسبانية آنذاك، مقابل أنها إسبانيا تلتزم بالاعتراف بالجبهة الشعبية كممثل شرعي وحيد، وبأنها تسمح بمسلسل يمكن أن يؤدي إلى استفتاء تقرير مصير، ولكن إسبانيا خانت وعدها ووقعت بعد ذلك ما يسمى باتفاقية مدريد. اتفاقية مدريد أيضا كانت مرحلة فارقة في تاريخ القضية، ذلك أن المستعمر حاول أن يتخلص تخلصا ليس كاملا من القضية، أو أن يحيل القضية إلى دولتين جارتين هما المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. كان ذلك في 14 نوفمبر 1975 في اتفاقية مدريد التي قضت بتقسيم الصحراء بين الدولتين. هنا تبدأ مرحلة أخرى جديدة من الكفاح. كان الكفاح حين قبل هذه المرحلة ضد الإسبان، الآن دخلت دولتان عربيتان جارتان على الخط. ماذا عن هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال إسبانيا رأت أنها تنسحب وتقوم بهذه العملية الغير شرعية وتوقع تلك الاتفاقية لتقسيم الإقليم والشعب إلى منطقتين. وبطبيعة الحال الشعب الصحراوي رفض هذا التقسيم وهذا الاستعمار الجديد، ونادى بإعلان الوحدة الوطنية وتأسيس تفكيك ما يسمى آنذاك بالجمعية الصحراوية التي كانت هي التي تمثل الصحراويين تحت الإدارة الاستعمارية، فككت حلت الجمعية الصحراوية نفسها وأسست المجلس الوطني الصحراوي وأعلنت ولائها للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، والتحقوا أعضاها بالجبهة، وكان ذلك قاعدة للإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلن عنها الشهيد الولي مفجر الثورة. وتواصل الكفاح بعد ذلك. إذن هذه فترة كانت فترة مؤلمة، لأنه وإحنا النظام المغربي معروف أنه نظام توسعي وأنه ليست لديه حدود
معروفة إلى حد الساعة، ونوايا التوسعية اتجاه الجزائر معروفة إلى حد اليوم، واتجاه موريتانيا سابقا واتجاه الصحراء الآن. إذا هذا شيء لم يكن مفاجئ، إنما المفاجئ أنه هو الموقف الذي صدر آنذاك عن موريتانيا التي نتقاسم نحن معها كل شيء، يعني لنا علاقات خاصة ومتميزة بين الصحراويين والموريتانيين، وكان بالإمكان أنه يتخذ موقف آخر، وأن موريتانيا لا يعني تأخذ فقط نصف المنطقة الصحراوية، وإنما بأسلوب آخر ممكن أنه الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني والدولة الصحراوية والدولة الموريتانية، لأنهم يجمعهم أكثر مما يفرقهم، أن يصبحوا كيان واحد يعطي قوة لهذا التميز الثقافي والتاريخي، وحتى لا تكون هناك مشاركة للنظام التوسعي المغربي في احتلال جزء من الأراضي الصحراوية، وإعطاء يعني إعطاء نوع من الدعم السياسي والعسكري آنذاك. هذا هو ما أخذنا، ولكن لله الحمد موريتانيا انسحبت من تلك العملية واعترفت بالجمهورية الصحراوية، ورجعت الأمور إلى نصابها مع موريتانيا. وإحنا الآن توجهنا وسياستنا هو تعميق تلك العلاقات ومحو كل ذلك الماضي الأليم، جميل، وبناء على أسسه العلاقات الطبيعية، علاقات المحبة والأخوة والروابط الحقيقية. مع وعندنا عدو واحد هو الآن النظام المغربي. الوزير، ربما نصل إن شاء الله إلى هذه النقطة في المحور الثاني، محور الاستشراف إن شاء الله تعالى. الآن ما زلنا في السرد التاريخي حتى جيد نمهد جيد للجزء الثاني، وحتى ننطلق من نفس نقف على نفس جيد الخلاصة. جيد عام في 27 من فبراير 1976 أعلنتم الاستقلال مع خروج آخر جندي إسبانيين من الصحراء الغربية. قبل أن نستفيض في هذه النقطة نبقى مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، أعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامجكم اليومي المشهد. وكما أسلفنا في الجزء الأول، حلقتنا اليوم تأتيكم من التفاريتي في الصحراء الغربية. مع الوزير قبل الفاصل تحدثنا عن استقلال الصحراء، ماذا عن هذا الحدث الذي أعلنتموه حينها في عام 76؟ بالفعل هذا موقف تم اتخاذه حتى لا يبقى هناك فراغ قانوني، لأنه بعد انسحاب إسبانيا تركت فراغا، ولو أنها هي وقعت اتفاقية مدريد وسلمت الإقليم لأطراف اتفاقية مدريد، ولكن الجبهة الشعبية ترفض رفضا قاطعا ذلك الاتفاق، وأعلنت
عن إرادة الشعب الصحراوي في تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كرد على كل ذلك، ومهدت لهذا الموقف قبل ذلك بمؤتمر عين بن تيلي الذي تم فيه اجتماع الأعيان الصحراويين وكل المكونات السياسية الصحراوية لإعلان موقف واحد مضاد للتقسيم وللغزو، وكما ذكرت سابقا انضمام أعضاء الجمعية العامة الصحراوية إلى جبهة البوليساريو وتأسيس المجلس الوطني، كل ذلك أسس وأعطى الشرعية القانونية لإعلان عن الدولة الصحراوية المستقلة. إذا كما ذكرتم أنه بعد انسحاب المغرب، بعد انسحاب الصحراء الإسبان إسبانيا. من المشهد، تمت إحالة القضية إلى دولتين أو تقسيم قرار اتفاقية مدريد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. حتى نتجاوز بعض الحقب، تحدثتم عن حرب الصحراء والجبهتين اللتين كنتم تواجهان. الآن في بعد انقلاب العاشر من يوليو على الرئيس الموريتاني المرحوم مختار الدادة، بعد ذلك بسنة أعتقد الخامس من أغشت 1979 تم توقيع اتفاق إطلاق النار، وبقيت يعني انسحب الجانب الموريتاني من المشهد على الأقل العسكري، وبقيت هنالك جبهة أخرى هي جبهة المملكة المغربية. ماذا عن هذه الحقبة أيضا؟ بالفعل هكذا سارت الأمور، وبدأ يعني تسوية الأمور في تطور إيجابي مع موريتانيا، وبقت المواجهة مع النظام المغربي، وقد تواصلت المعارك ضد هذا النظام إلى أن قبل بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، ووقع على اتفاق سلام، وتم بموجبه تأسيس ما يسمى ببعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو اختصارا، وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 91 900 وألف، وانتقلت هذه البعثة إلى الأراضي الصحراوية للإشراف على وقف إطلاق النار والبدء في مراحل القضية بتنظيم الاستفتاء، ووضع جدول زمني لذلك الغرض على أن يتم كل تلك التحضيرات في ظرف سنة، ولكن المماطلات المغربية والمراوغات ظلت تجر الموضوع إلى حد الساعة. نعم، تداعيات كثيرة وقعت قبل 1991، تاريخ وقف إطلاق النار الذي وقعتموه بينكم والمملكة المغربية. ما هي الأمور المعنوية التي استفدتم من توقيع ذلك الاتفاق؟ على الأقل الأمور المعنوية بالإضافة أيضا الأمور بطبيعة المشاهدة. الحال وقع العمليات العسكرية والصعوبات التي كان يواجهها النظام المغربي وعدم تحمل الخسائر الكبيرة في العتاد وفي الأرواح والأسرى والعزلة الدولية جعلته في صعوبة بأنه لم يبقى له من مخرج إلا القبول بتنظيم الاستفتاء، وهذا ما أعلن عنه الملك الحسن الثاني بأنه مستعد لتنظيم الاستفتاء وقبول وساطة الأمم المتحدة وفتح الباب أمام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. تحت تلك الضغوط وقع كل هذا، ولكن ما ظهر بعد ذلك هو أنه لم تكن هناك إرادة صادقة، وأنه وقعت مماطلات، وأنه كذلك في بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي لم تسهل للأمم المتحدة عملها حتى تقوم بممارسة الضغط الكافي على النظام المغربي لتطبيق لوائح الأمم المتحدة. جميل، برأيكم منذ 1994 تاريخ قبول الاستفتاء وحتى الآن
1900 91 1915 1991 وحتى 2015 حدود 24 سنة. ما هي العراقيل الحقيقية المطروحة أمام هذا الاستفتاء؟ وفي من ما هي المصلحة في تأخيره وتأجيله؟ أي الأطراف يؤجل هذا الاستفتاء؟ بطبيعة الحال المغرب تأكد بلا ما يدع مجال للشك بأنه في حالة تنظيم الاستفتاء بأنه الغالبية الساحقة للصحراويين ستصوت لصالح الاستقلال، وخاصة بعد أن أصدرت الأمم المتحدة لوائح الناخبين ورفضت المستوطنين الذين جلبهم من داخل المغرب كمصوتين، لأنهم لا يتمتعون ولا تنطبق عليهم مقاييس تحديد الهوية التي تحدد من هو الصحراوي. تأكد أنه في حال تنظيم الاستفتاء بهذه اللوائح أنه ستكون النتيجة في غير صالح، وأنها ستكون لصالح الاستقلال. هذا هي الحقيقة التي جعلت النظام المغربي يرفض ويعرقل. لو أنه في لحظة من اللحظات كان متأكد أن هذه النتيجة ستكون في صالحه لقبل بتنظيم الاستفتاء ولا سحب البساط من البوليساريو وتركه بدون غطاء شرعي وسياسي، ولكن هذه هي الحقيقة التي جعلته يعرقل ويرفض. هذا على مستواه الداخلي. بطبيعة الحال الأمم المتحدة لم تكن بالجرأة والصرامة الكافية لفرض عليه السير والانصياع للإرادة الدولية في تنظيم الاستفتاء. وكما قلت سابقا أنه هذا يعني دور اللي تاريخيا كان هو المسؤول درجة أخرى عن عرقلة الاستفتاء، هو الدفاع الفرنسي عن النظام المغربي في مجلس الأمن. شكرا جزيلا. نصل إلى المحور الثاني، ولعلنا أطلنا في المحور الأول لأنه سرد تاريخي رصدنا فيه أهم الوقائع التاريخية التي رافقت القضية منذ انطلاقتها وحتى الآن. المحور الثاني المحور الاستشرافي للقضية وحتى الواقع. الأمم المتحدة عينت مبعوثا لها هو كريستوف روس، وحددت مواعيد لإنهاء هذا الصراع الدائر هنا في هذا الإقليم، وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. لكن المغرب يتهم كريستوف روس بالانحياز للجبهة، هل تثبتون هذا الانحياز؟ المغرب راهن كثيرا على أنه بتقديم مقترحه حول الحكم الذاتي أنه سيجعل منه المقترح الوحيد كقاعدة لإجراء المفاوضات وإيجاد الحل السياسي على هذا الأساس، وهذا ما يختلف تماما مع اللوائح الأممية التي تعترف وتقر بأن هناك مقترحين، المقترح المغربي حول الحكم الذاتي ومقترح الجبهة الشعبية الذي يعطي خيارات ثلاثة: خيار الاستقلال، خيار الانضمام، وخيار الحكم الذاتي. وبطبيعة الحال الوسيط الأممي طرح على الطاولة كل هذه الخيارات، وما يأخذه المغرب على السيد روس أنه لم ينحاز للطرح المغربي ويختار مقترح الحكم الذاتي، وهذا غير مقبول ولا يمكن، وهو كوسيط أممي لا بد أن يحترم الأطراف ومقترحاتهم، وأن يكون الحل على أساس كما تقول اللوائح الأممية الحل سياسي يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. ومعروف أنه تقرير المصير لا بد من الرجوع لإرادة الصحراويين، والرجوع لهذه الإرادة لا يمكن التعبير عنه إلا من خلال استفتاء ليقولوا رأيهم. وإذا أرادوا أي واحد من الخيارات فأهلا وسهلا. فالسيد روس عمل انطلاقا من المقاييس والمبادئ وأهداف الأمم المتحدة،
والنظام المغربي يحاول أن يفرض على روس أن يسير حسب ما يراه وأن يشرع له احتلاله للصحراء. إذن روس ليس منحازا للطرف الصحراوي وليس ضد النظام المغربي، وإنما هو وسيط يحاول أن يتقدم ويطبق قرارات الأمم المتحدة. جميل. الأمم المتحدة تخصص جلسة سنوية لملف الصحراء في منتصف أبريل من كل عام، ويعتقد أن الجلسة القادمة في أبريل القادم إن شاء الله تعالى ستكون حاسمة. ما هي توقعاتكم لما سيصدر عن هذه الجلسة؟ نحن نتوقع أنها تكون مهمة، ليس بدرجة الحسم والقطع، ولكن ستكون مهمة، لأن الأمين العام في تقريره السابق قال أنه يجب وضع حد لحالة الانسداد القائمة، وأنه إذا لم يكن هناك تطور فستتم مراجعة الطرق والأساليب المتخذة منذ 87 إلى حد الساعة، وأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة. نحن نتمنى ونطالب كذلك الأمم المتحدة أن تقف عند ما أقرته على نفسها وتسير في هذا الاتجاه، رغم أن النظام المغربي عرقل عملها لقرابة 10 أشهر، لأنه يحاول أن يفرض الشروط التي يريدها ويهدد حتى بالقطيعة مع المينورسو. إذن نحن نتوقع ونرجى من الأمم المتحدة أنها تطبق وتنفذ تعهداتها والتزاماتها باستخراج الخلاصات من هذه الفترة التاريخية لمساعيها، وتحدد الطرف المعرقل وتتخذ الخطوات التي من شأنها أن تدفع إلى تطبيق مسلسل السلام، لأنه هذا لا يذهب ضحيته فقط الشعب الصحراوي، ولكن حتى مصداقية الأمم المتحدة هي على المحك. جميل. في حالة عدم التوصل لحل يرضي الطرف الصحراوي، هل تتوقعون حسما عسكريا من طرفكم؟ وهل أنتم مستعدون لقلب موازين المعركة؟ نحن إلى حد الساعة ما ننادي به هو أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها، وأنها تسعى بشكل جدي نحو تطبيق مخطط السلام. هذا هو ما نتمناه، وأننا نرى أن المنطقة لا تتحمل أكثر مما هي عليه، وخاصة ما نشهده في منطقتنا وفي عالمنا العربي من نزاعات ومن عدم استقرار. ولكن كذلك على المغرب أولا وعلى المجموعة الدولية أنها لا تنتظر من الصحراويين أنهم يبقوا مكتوفي الأيدي، وأن أول أنهم يستسلموا لإرادة الاستعمارية المغربية، هذا لن يكون أبدا، وأنهم ماضون في تحضير أنفسهم من الناحية العسكرية ومن حيث الجاهزية القتالية، وما شاهدتموه من مناورات وتمارين قتالية هو يدخل في إطار هذا البرنامج السنوي المتبع من طرف الدولة الصحراوية، حتى تبقى دائما قواتها جاهزة، وحتى يتأكد الجميع أنه لديها القدرة على الرد إذا ما تأكدت أنه كل الأبواب أصبحت مسدودة وأنه لم يعد إلا ذلك الخيار. إذا نحن نعد أنفسنا، ولو أنه المطروح الآن هو أنها الأمم المتحدة تتخذ الخطوات حتى لا نعود بالمنطقة إلى التوتر والحرب من جديد. إذا كخلاصة، هل هنالك رسائل توجهونها من خلال هذا البرنامج إلى سواء الأطراف الفاعلة في القضية
وحتى الأطراف الدولية. بطبيعة الحال احنا الشعب الصحراوي برهن من خلال مؤسساته ودولته انه شعب مسؤول، وانه اعمل وضحى من اجل انقاذ السلام، وتحلى بصبر منقطع النظير، وانه ينتظر من المجموعة الدولية انها ترد له بالجميل على الاقل بتطبيق المشروعية الدولية. وبطبيعة الحال نشكر كل من وقف الى جانبنا، خاصة الاتحاد الافريقي الذي اتخذ خطوات مشجعة، والاتحاد الأوروبي والبرلمانات والأحزاب والدول التي اعترفت. وبطبيعة الحال بصفة خاصة نراهن وننتظر الكثير الكثير من أقرب شعب إنه هو الشعب الموريتاني، وإن احنا مؤمنين إنه مصيرنا مشترك، وأنه أمام التكتلات وأمام التحولات الدولية أنه مفروض أنه الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني كما كانوا في تاريخ سابقا شيء يعني شعب واحد، أنه كذلك مصيرهم سيكون واحد، بالتالي نعول عليهم أكثر من أي أحد حتى يتخذوا المواقف المساندة والمتضامنة، لأن هناك مصالح عديدة مشتركة نعيد بها يعني أمجادنا الماضية ونسجل بها وجودنا يعني في هذه المنطقة. شكرا جزيلا معالي الوزير. مشاهدينا الكرام، نشكر باسمكم معالي الوزير عبد القادر الطالب عمر، الوزير الأول في الحكومة الصحراوية. لكم أنتم جزيل الشكر وعظيم الامتنان. لكم تحياتي وتحيات المخرج والمصور محمد فؤاد والبلال، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.